السلام عليكم. السلام عليكم. لين ما فيش غيرك، قولي وعليكم السلام. وعليكم السلام دكتور. فيش زباين اليوم. والله بلشت الامتحانات تاعتهم، بطل هذا يتعرف على المواد، مش مشكلة. طيب أنا عشان ما أخركيش خلينا ليتس كونتينيو. كنا عم نتحدث، عندك أي سؤال؟ لا دكتور. طيب عم نكمل في موضوع المولكيولار ويت والمولكيولار ويت ديستريبيوشن والافرج مولكيولار ويت اوف بوليمرز. ف يعني للتذكير السريع، يعني من غير ما نرجع كثير لورا، ذكرنا انه في عندنا تو تايبس اوف مولكيولار ويتس. عندنا واحد مبني على الوزن والثاني مبني على عدد التشينز اللي موجودين ضمن مولكيولار ويت معين. ففي عندنا الويت افريج مولكيولار ويت وعندنا النمبر افريج مولكيولار ويت. في آخر محاضرة كمان عرفنا شيء بسموه الـ Poly Dispersity Index الـ PDI، واللي هو عبارة عن Ratio of the Molecular Weight based على الوزن والMolecular Weight based على Number of Chains. طيب الآن في الاستخدام المعادلات السابقة اللي مرت علينا والأفكار السابقة، في هون example بوضح بعض الأفكار. A polymer shipment is to be made by blending three lots of polyethylene ABC. يعني في عندنا polyethylene ثلاثة grades منه، ثلاث أنواع منه، كله polyethylene سميناهم ABC. How much of each lot? Lot يعني بطبخة، طبخة ألف، طبخة باء، طبخة سي. How much of each lot يعني من طبخة اللي سميناها A will be with C is needed to make up a shipment of 50,000 kilograms يعني 50 طن with a weight average molecular weight of 250,000 and a poly dispersity index the PDI of 3.65. طيب السؤال بالشكل، طبعا بعدين اعطونا المعلومات التاليه، انه lot A المولكيولر ويت افريج مولكيولر ويت له 500,000 والبي دي اي تاعه 2.5. البي نفس الشيء، له ديفرنت مولكيولر ويت وله ديفرنت بي دي اي، طبخه مختلفه. واللوت سي له مولكيولر ويت مختلف وبولي ديسبيرسيتي اندكس مختلف. هذول A و B و C، قديش نخلط من A مع B مع C بحيث انه يكون الويت افريج مولكيولر ويت للبرودكت 250,000 و البولي ديسبيرسيتي اندكس للناتج اللي عندنا الخلطه النهائيه اللي بدنا اياها يكون 3.65. طيب فشو بدنا نسوي؟ هلا هون معرف ليت الويت فراكشن يساوي الويت فراكشن اوف اي على السميشن اوف توتال ويت، هاي بس كتعريف. طيب الان في هون معادله مرت علينا في المحاضره السابقه، اللي هو الويت افريج مولكيولر ويت يساوي الويت فراكشن اوف A certain range ضرب المولكيولر ويت تاعه تقسيم التوتال ويت فراكشنز. هلا السميشن اذا كان كامل المفروض هذا يطلع 1. اوكي، فبالتالي لما اذا هذا يساوي 1 عاده يكون 1، بصير الافرج مولكيولر ويت، الويت افرج مولكيولر ويت يساوي السميشن اوف دبليو اي في ام اي. اوكي، هذا جاي فروم ايكويشن 6.3، هاي ايكويشن 6.3. طيب هلا شو بدنا نعبي أرقام هون؟ نعبي ما يلي: ال 250,000 اللي هو البرودكت تاعنا، الناتج النهائي حسب المعطيات. هون في نص السؤال كان احنا بدنا نعمل خلطة من A و B و C من هدول،
بحيث انه يكون الموليكولر ويت النهائي او الافرج الويت افرج موليكولر ويت 250,000. فانا بعرف انه بدي اياه يكون 250,000. قديش اخلط من A و B و C؟ هلا من A الويت فراكشن يعني WA WB وهذولا هيك هذا يعتبر WC. اوكي مجموع الفراكشنز A و B و C النهائي من هذا البرودكت لازم يكون 1. فبالتالي انا قديش الفراكشن اللي لازم اشيله من ال 500,000 من 250,000 من ال 125,000؟ هذول عباره عن موليكولر ويت موليكولر ويت موليكولر ويت اللي هم هذول ويت فراكشن اوف اي موليكولر فراكشن اوف اي موليكولر ويت اوف اي. فبالتالي هاي عندنا معادله بتحطها عندنا معادله صار فيها مجهولين. شو المجهولين هذول؟ لما طبعا فيه يعني بتفك الاقواس هاي بيطلع عندي معادله بمجهولين اللي هم الويت فراكشن اوف اي والويت فراكشن اوف بي من الخلطه النهائيه. طيب في عندنا كمان معادله ثانيه، اتذكر هذول معادله بمجهولين، انا بدي معادلتين بمجهولين عشان اطلع الويت فراكشنز ل اي وبي وسي من ال 50,000 كيلو اللي بدنا نخلطهم. هلا في معادله مبنيه على النمبر افرج موليكولر ويت، اوكي النمبر افرج موليكولر ويت اللي هي النمبر افرج موليكولر ويت للبرودكت تاعنا عباره عن السميشن للويت فراكشنز تقسيم السميشن اوف الويت فراكشن تقسيم الموليكولر ويت اوف ايتش فراكشن. هلا هذا يساوي واحد، وبالتالي بصير هون واحد على هاي، فواحد على سب ام سب ام، اوكي هاي خذ مقلوبها واحد على هاي واحد على بصير مقلوب هذا الكلام. اوكي فبالتالي لانه هذا يساوي واحد الفوقاني بصفي السميشن اوف دبليو اي على ام اي، وهاي قوس وهاي قوس اللي هي هياتها. فهمنا هاي من وين اجت. هذا for convenience divide molecular weight by 1000 عشان ما نضلناش نكتب 125,000 و 250,000، يعني هاي عباره عن 200,000 125,000 50,000. من وين اجوا هذول؟ هلا هذول اجوا من ال PDI اللي هو البولي ديسبيرسيتي اندكس. البولي ديسبيرسيتي اندكس يساوي الموليكولر ويت على اساس الويت والموليكولر ويت على اساس النمبر. اوكي فبالتالي هذه 68.5 من وين اجت؟ اجت من 250، هاي النمبر افرج موليكولر ويت. اوكي تعال على المعادله هاي، هاي اللي هي التعريف تاع البي دي اي. اوكي جيب الام ان على الجهه الثانيه، جيب البي دي اي هون، فبصفي ام ان بدها تساوي الموليكولر ويت على أساس الوزن تقسيم الـ PDI، لأن هذا هو اللي احنا طبقناه هون. هذا الموليكولر ويت للبرودكت تاعنا 250,000 على الـ PDI تاع البرودكت تاعنا، فبطلع 68,500. فهي المفروض تكون 68,500 وهي 200,000 و 25,000 50,000، شيل 1000 صارت 68.5. الثاني الويت فراكشن اوف A اللي هو مجهول بالنسبة لنا على ال 200، ال 200 من وين اجت؟ اجت من الموليكولر ويت تاع الكومبوننت A او اللوت A تقسيم 2.5 اللي هو البولي ديسبيرسيتي اندكس تاع لوت A، فبطلع عندي 200,000. الآن you can do the same for the other factors. فبالتالي ال WB تقسيم ال 125,000 اللي هي صارت يعني 125 اللي هي جاي من 250,000 على 2. هلا بس عشان تتذكر هاي الأرقام من وين إجت. اوكي هاي ال PDI وهاي المولكيولر ويت لكومبوننت B، مش كومبوننت B، لوت B ولوت C ولوت A. ف
فهاي حتصير 250 ألف حنشوفها بعد شوية تقسيم الـ PDI تاعها. فهاي 250 ألف تقسيم الـ PDI تاعها اللي هو 2 فبطلع عندي 125 ألف. وهاي الثالثة أوكي. اللي هي 125 ألف على 2.5 فبطلع 50 ألف. فهاي المعادلة الثانية صار في عندي هون معادلة. هاي معادلة. وهون عندي معادلة ثانية. والمعادلتين فيهم مجهولين فقط اللي هو weight fraction of lot A والweight fraction of lot B. بنحل المعادلتين هذولا فبطلع عندي A WA weight fraction of lot A والweight fraction of lot B. طب هاي من وين إجت؟ هاي إجت من واحد ناقص weight fraction of A ناقص weight fraction of B. ليش من ناحية عملية يعني هي معادلة ثالثة يعني بس كنا بدأ من نحطها بشكل معادلة اللي كنا نستخدمها بشكل مباشر. فحلينا الـ WA و WB و WC فطلع معنا الثلاث أرقام اللي أمامنا. هديش نخلط من A و B و C؟ هلا بصير بدنا نخلط من A 2900 كيلو جرام. من وين إجت 2900 كيلو جرام؟ إجت من الـ weight fraction of A اللي هو 0.058 هاي 0.058 ضرب 50,000. شو ال 50,000؟ أنا البرودكت النهائي تاعي بدي أعمل 50,000 كيلو جرام من خليط من A و B و C. كيف الخليط بده يكون؟ بده يكون 2900 كيلو جرام من A، 15,700 كيلو جرام من B. من وين إجت؟ الـ weight fraction ضرب ال 50,000 اللي هو الويت الكلي. والC اللي هي 31,000 حتكون عبارة عن 0.628 اللي هي الـ weight fraction of lot C ضرب الوزن الإجمالي تاعنا فبطلع 31,400. يجمعهم مع بعض بطلع 50,000. فمثل هيك شغلات هيك بنعمل blending لما يكون عندنا different lots of the same polymer بس كل طبخة لها مواصفاتها. هلأ بالمصانع اللي بتعمل البوليمرز الجرانيولز زي البولي إيثيلين كل طبخة بتيجي لها وزن يعني بالذات اللي بيشتغلوا batch systems أوكي أو حتى لو ما كانش باتش حتى لو كان continuous بالأخير بجمعوا مثلا 10 طن بخلطوهم مع بعض مزبوط وبأخذوا عينة وبفحصوها بعطوه صفات العشرة طن هاي من حيث قديش الموليكولر ويت الويت average موليكولر ويت تاعه النمبر average موليكولر ويت تاعه بناء عليه قديش البولي ديسبيرسيتي اندكس تاعه وبيبيعوك إياه. هلا أنت مش عاجبك مش مشكلة بتشتري لوت ثاني أو لوت ثالث وبتصير تخلط بيناتهم عشان تحصل على الفاينل برودكت المطلوب منك. أنا شوية كلام نظري في الديستريبيوشنز هذا بدخل في يعني شغلات فيها probability. With the possible exception of some naturally occurring proteins, all polymers are mixtures of many molecular weights. عشان هيك بنسميهم polydispersed. يعني متعدد الميرز. This is a consequence of the random nature of polymerization reaction. حكينا هذا الحكي سابقا. هلا for example. Take the case of analyzed by Flory. Flory اسم عالم اشتغل هالشغل هذا من زمان حوالي 70 سنة. In which the monomer is an omega hydroxy acid. شو هو الأوميجا هيدروكسي أسيد هيته؟ هذا هو الأوميجا هيدروكسي أسيد. هذا المير هذا المونومر. نعم. إذا الآن حط كلمة R لهذا الحكي هذا الحكي رمز له بالرمز أو نرمز له بالرمز R فصفى هذا اللي هون عفوا فصفى هذا هيك هو هذا بس يعني كتبنا صورة مصغرة. إذا منجيب اثنين منهم مع بعض وبتفاعلهم مع بعض فبطلع عندي هذا الـ H بده يطير أوكي. لاحظوا هاي هذول C double bond O O هياتها شو طار عندي الـ H من هون
شبك مع الار هاي الثاني، فهذا الاو اتش طار، وبالتالي بده يصير عندي اتش واو اتش يعني H2O، وهذا الار سيده بالبوند او او اتش، لان هذا صار عندي عباره عن تو ميرز، عشان هيك سميناها دايمير، بس ما بحكوها دايمير بحكوها دايمر. طيب هذا لما وهكذا دوليك، هذا طبعا واضح شو نوع التفاعل هذا. اذا بدنا نسالكم هل هو chain polymerization اللي هو free radical polymerization؟ الجواب اكيد لا، ما وين في free radicals، ما في عندي free radicals ولا في عندي initiator. اوكي، فهذا ما يسمى step wise polymerization، مرات بيسموه condensation polymerization. طيب this is a typical stepwise polymerization in which each successively higher molecular weight dimer or trimer and so on is just as reactive as the monomer. ليش as reactive as the monomer؟ لأنه في النهاية عندي جهة فيها OH وجهة ثانية فيها الأسيد اللي هو C double bond O OH، من هون عندي الكحول ومن هون عندي الأسيد، سواء كان مونومر أو كان دايمر أو ترايمر and so forth. An important parameter is the fraction converted. الآن هذا parameter P، okay، بدنا يعني نحاول نضلنا متذكرين لأنه حيتكرر علينا كثير. The P fraction converted. Okay. The fraction converted شو معناها؟ معناها أعلى رقم لـ P شو بكون؟ بقول لك fraction من المونومر اللي هو صار إله conversion. يعني لو كان عندي 100 مونومر. اوكي 100 مونومر، قديش اعلى كونفرجن ممكن يكون؟ انه كله تفاعل مع بعضه. هلا لو كله تفاعل مع بعضه مثلا بصير الفراكشن كونفرتد شو يساوي؟ كله كونفرتد، قديش الفراكشن كونفرتد؟ ما تكونش تحكوا كلكم ثنتين، لا ثلاث، بصير اعلى فاليو لبي تساوي 1، اعلى فراكشن للكونفرجن 1، اقل فراكشن للكونفرجن انه ولا شيء صفر. فبالتالي البي فراكشن كونفرتد اذا nothing has been converted بده يكون يساوي صفر، واذا كله converted الفراكشن that has been converted 1 يساوي 1. هلا طيب هلا with five monomers، الآن five monomers هاي افتراض من عندنا، يعني ناخذ كيس خاصة. اوكي okay. عندي خمسة monomers. اوكي okay. خمسة monomers من هاي المادة، من المادة اللي أمامنا الآن هون. okay. هاي المادة okay. هاي المادة اللي هي هون اختصرناها بهذا بالكتابي بهذا الشكل. اوكي لان هذا اللي هو الهيدروكسي اسيد. اوكي عندي خمسة مونومرز، there would be a maximum of five esterifications. التفاعل الكيميائي لما بتفاعل مونومر مع مونومر في هاي الحاله بعطيني استر بلغه الاورجانيك كيمستري، فقال لك في ممكن يعمل لي انا خمسة esterifications، يعني الفايف مونومرز كلهم يتفاعلوا مع بعض ويعطوني تشين طويله فيها خمسه ميرز. طيب فالان عم نتطلع على زي ما بيقولوا كيف ممكن نفهم شو اللي عم بصير عندنا. الان لاحظوا ما يلي، هذا بس كاكزامبل لاغراض توضيح الفكره تاعت البروبابيليتي اللي ممكن تحصل عندنا. هذا متفاعل، لا مش متفاعل، هاي الهيدروكسي بعدها موجوده والسي دبل بوند او اتش موجوده، فهذا المير بعده موجود زي ما هو، وهذا المير او المونومر بعده زي ما هو، ما فيش بوندينج، وهون برضه ما في بوندينج، هاي هيك 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 يعني انه ما صار بوند. اوكي يو يعني unreacted، unreacted لان الاو اتش بعده موجوده والاو اتش هون والاتش هون بعده موجوده. هو نفس الشيء هذا الثالث او الرابع عفوا، وهي الخامس
إذن هذا الجزء، هذا الجزء عند هاي الخمسة مونومرز اللي عندنا ولا واحدة تفاعلت مع الثاني، وبالتالي بصير اللي fraction that has been converted شو يساوي؟ صفر. Nothing has been converted، كل مونومر بعده زي ما هو. هلا قال لك هون fraction converted 0.2، تذكر نتحدث عن fraction 0.2 يعني 2 من 10، يعني 1 من 5، كأنه بنحكي فيه واحد من المونومرز تفاعل مع واحد ثاني. واحد من المونومرز تفاعل مع واحد ثاني وبالتالي شبك معه. فبالتالي لاحظوا هذا هون بعده زي ما هو ما شبك، هذا بعده unreacted وهذا unreacted. اوكي وهذا كمان 1 2 3 يعني هاي البوند هون ما تفاعلت، هون ما تفاعلت، هون ما تفاعلت، هذول الثلاثة لما يعبروا عن 3 مواقع غير متفاعلة. الآن اجينا على الرابع والخامس، اوكي هذول تفاعلوا هون. اوكي ففي عندي بوند تفاعلت والجهة الثانية هون غير متفاعلة لسه، فصف عندي عندي هاي 1 2 3 هاي 4 unreacted وواحد من الاستا من الـ من البوندينج سايت صار له تفاعل. فبالتالي هون اعطاني p تساوي 0.2 اللي هو الفراكشن that has been converted to او تفاعل. هلا قال لك خلينا ناخذ population of 100 monomers. طبعا in real life عندنا بكون الاف او مئات الالاف او ملايين المونومرز، مش الاف ملايين المونومرز. هو قال لك خلينا ناخذ 100. لو ال 100 اوكي حط possibilities كيف ممكن يتفاعلوا مع بعض. فقال لك possibilities يعني ممكن تكون بالشكل التالي، لاحظ خمسات، حطهم بشكل خمسات، هاي 5 وهاي 5 ثاني، هاي 10 وهاي كمان 5 وهاي 5 هاي 20 30 40 50 60 70 80 90 100. هدول المية مونومرز تاعنا. وصلنا نقول شو في عنا احتمالات يشبكوا ببعض. اوكي فراح عملنا البوسيبيليتيز التالي، هو يعني زي ما تقول طبعا عندنا انفينيت بوسيبيليتيز من ناحيه عمليه، هي مش انفينيت، انفينيت للمية مش انفينيت، بس لما يكون عندي ملايين المونومرز بكون عندي انفينيت بوسيبيليتيز. فقال لك بدنا نشتغل بالشكل التالي كاحتمالات. قال لك اكس اللي هو الديجري اوف بوليمرايزيشن، اذا بتتذكروا ديجري اوف بوليمرايزيشن اللي هو النمبر اوف ميرز في التشين. هلا اذا كانت عندي unreacted unreacted اوكي معناها الديجري اوف بوليمرايزيشن 1، يعني عندي 1 مير في التشين، 1 مير في التشين ما فيش شيء متفاعل عندي. اوكي وقال هذا الديجري اوف بوليمرايزيشن اوف 1 عددهم عندي 25 نمبر. اوكي عندي 5 n هي النمبر اوف ميرز اوكي من البوبوليشن الكامل، يعني من ال100 هاي، من ال100 كم واحدة عندي مش متفاعل؟ قال عندي 25. من وين جاب ال 25؟ جاب ال 25 يعني افتراض منه، مش يعني زي ما تقول أنا بدي يكون عندي 25 واحدة مش متفاعل، بس عشان نشوف كيف الحسابات بتمشي. طيب طبعا من وين جابهم؟ جابوا من الاحتمالات هاي اللي حطها فوق هون، من هاي المجموعة. يعني تطلع وين في عندي يو يو unreacted unreacted ممكن عدهم طلعوا 25. هو عملهم هيك اللي حط الاكزامبل. بعدين العمود الاخير قال لك اضرب لي اكس في ان اكس، بصير 1 ضرب 25 يساوي 25. طيب نيجي للدايمر، الدايمر اللي هو unreacted reacted unreacted. اوكي حرف الإي جاي من كلمة استيرفايد، يعني صار في له استيرفيكيشن، استيرفيكيشن يعني صار له صار عليه تفاعل. طيب الآن بما إنه صار في عندي استيرفيكيشن، فبالتالي في الدايمير قديش عدد الميرز في التشين الواحدة؟ نقول داي، داي يعني 2 وتراي يعني 3 وتترا يعني عندي 4، 4 ميرز في ال بالبوليمر. أوكي بالتشين عفوا، وبنتامير
اللي هو عندي 5، هيكسامير عندي 6، هيبتامير يعني عندي 7، هو عم بيختارهم هذول. فقال لك لما كان عندي دايمير عندي عدد الموليكولز، عدد الموليكولز منها عدد المونومرز اللي او عدد الموليكولز عفوا عدد الموليكولز اللي فيهم دايمير كانوا 15. من وين جاب ال 15؟ هو عملهم 15، انا عندي 15 عملت قياس وطلعوا 15 اوكي، والترايمير طلعوا 2، والتترامير طلع عنده 4، والبنتامير عنده 5، والهكسامير عنده 1 تشين فقط، والهيبتامير عنده 1 تشين. ف الان لاحظ عدد الموليكولز، عدد الموليكولز عندي اللي عندي 25 موليكول من نوع دايمر، 15 موليكول من نوع ترايمر، عفوا هذا من نوع مونومر، هذا من نوع داي، هذا تراي اوبس. طيب فجمعهم طلع عنده 50 تشين. لا اكس في ان سب اكس اللي هو حاصل الضرب تاع العمود الاول في العمود الثاني، طيب 2 ضرب 15 بيطلع 30، 3 في 2 بيطلع 6، 6 في 1 بيطلع 6. هلا هذول لما بتجمعهم طلع عنده 100. اوكي طيب الان فيما بعد هنشوف انه فينا نعمل averaging من عدة انواع. اوكي مثلا abbreviating we can generate a distribution of molecular weights by random reaction of 50 out of 100 sites. P بتصير 0.5، 50 اتفاعلوا من 100 فصار ال 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 converted the fraction converted تساوي 50% أو 0.5. If we had alternated sites of reaction with unreacted sites, we would have generated 50 dimers and no other species. أكيد لو كل اثنين تفاعلوا مع بعض من المية حيطلع عندي 50 dimer. Another possible extreme, يعني شوف بحكي في possibilities, would be to generate 49 monomers من المية، واحد بوليمر فيه 51 مير. تذكر شو عندي أنا 100؟ هو قال أنا عندي 100 مونومر، المية بإمكاني أعمل منهم مثلا 49 مونومر ما يتفاعلوش، أوكي واحد موليكول فيه 51 مير، هدول 49 كل واحد فيه 1 مير، هدول 1 موليكول يحتوي على 51 مير، هذول 49 موليكول كل واحد يحتوي على مير واحد. هذه الاكستريم الثاني. اوكي وي هاف 50 موليكولز ان ايذر كيس اوكي وذ راندوم رياكشنز. يعني هون انا عدد الموليكولز شو يساوي؟ هون 50 وال100 اذا كل اثنين تفاعلوا مع بعض، كل اثنين تفاعلوا مع بعض حيصير عندي النتيجه 50 موليكول، كل موليكول فيه 2 مير، فهون عندي في النهاية 50 موليكول وهون كمان عندي 50 موليكول. طيب طبعا احنا لوين عم نمشي لوين ماشيين عشان نقول لكم انه حسب نوع الافرج اللي انت بتاخذه كل افرج بيعبر عن شيء معين. In our example population were much if our sample population were much larger, يعني بدل 100 عندك مثلا 100 مليون as it is in the macroscopic polymerization, we could assign a probability. هون دخلنا في عالم probability. أنا بحبش موضوع probability بس بدنا نضطر نساير الكتاب شوي صغير لحديت ما نوصل للمعادلات المستخدمة في الحسابات. فمتالي هون بدي أمشي بسرعة شوية. أوكي خلينا نروح للمعادلات اللي بتلزمنا. أوكي طيب هاي مثلا هاي المعادلة 69 مهمة لنا. As we go to higher degree of polymerization, each esterified unit brings an additional factor of P to the probability since the cumulative probability is represented by a product of the probabilities of each step. Thus we see that هذا الفاكتور equals 1 minus P ضرب P raised to the X minus 1.
نرجع بس نذكر شو التعريف تاع PRX. اوكي PRX اوكي اللي هو the probability that a monomer unit selected at random is a part of a polymer with degree of polymerization X. فالX هي degree of polymerization وهي the probability of something to be part of a molecule of this شو سمينا degree of polymerization. طيب ما علنا يعني ما علينا. The number average degree of polymerization X and for a distribution represented by equation 6.9 equals to هاي معادلة مثلا بتهمني إنه number average يساوي واحد على واحد ناقص P where P اللي هو the fraction that has been converted. وإلها derivation في appendix 6A في chapter 6. طيب this regarding the contribution to molecular weight made by the end groups. The molecular weight of a polymer is related to the degree of polymerization by the degree of polymerization ضرب المولكيولر ويت للمونومر. وهي بنعرفها من قبل. وبالتالي بصير the number average molecular weight اللي سميناه M sub N فيما سبق is then given by المعادلة هاي. لاحظ هاي المعادلة أنا شو بتهمني؟ إنه M0 هو المولكيولر ويت للمونومر وهذا بعرفه. وهون the fraction that has been converted هذا experimentally determined حسب التجربة بتاعتنا أو حسب الباتش أو المصنع اللي شغال. Now we can write equation 6.9 for x و xn and combine them into and combine the two to give. Okay. So في هاي probability وهاي لين خذ اللين تاع هذا الحكي. Okay. But for sufficiently large values of p إذا بتأخذ minus ln p large values of p بيطلع واحد ناقص p which is equal واحد ما على x sub n which is this equation here. Okay, خلينا نكمل هون. Okay, وهيك لما نرسم هذا الحكي بيطلع عنا what we call Poisson's distribution. Okay, يعني كيف يعني distribution؟ يعني مش normal. ذكر إحنا distribution بيكون عنا عادة normal distribution بيجي الشغل نسميها البيل شيب. في البوليمرز الديستريبيوشن بيجي سكيود. هذا بنسميه باللغة البروبابيليتيز أو الديستريبيوشنز بوسونز ديستريبيوشن. طيب a second kind of average degree of polymerization can be defined as اللي هو إذا بتتذكروا في البداية لما في المحاضرة السابقة ذكرنا أنه عندي طابات من الستيل وفيها مجموعة من الديامترز ووزن إجمالي ثابت. بالتالي بتجيني طابات صغيرة خفيفة بس عددها كبير وبتجيني طابات كبيرة بالحجم بس وزنها كبير عفواً قليلة بالعدد بس وزنها كبير يعني تشكل الجزء الأكبر من الوزن. فبالتالي نكمل في هاي بنوصل لبعض المعادلات اللي تستخدم في الحسابات يعني. أوكي. From equation 6.15.6.16 we get okay إنه the degree of polymerization based على the weight is equal 1 زائد p على 1 ناقص p. Remember p the fraction converted. The weight fraction of x mer is given by. هاي المعادلة على فكرة بنستخدمها كثير في الحسابات وفيها خطأ مطبعي في الكتاب. Okay. The weight fraction of x إكس يعني بمعنى آخر الـ مش هيكون عندي different fractions ونسميهم 1 و 2 و 3 و 4 إلى آخره. فالـ weight fraction of the first or second or third or fourth fraction is equal to degree of polymerization في 1 ناقص P ما في square. هاي هو مش موجودة هذه يعني أمروا صحيحوها عندكم. اوكي في هاي ما فيش هاي مش اكس هاي غلط مش موجوده. اوكي في بي ريز تو ذا ديجري اوف بولمرايزيشن ناقص واحد. وهذا المعادله 619 هي عباره عن تقريب. اوكي وي كان هاف ا نورمالايز ديستريبيوشن بهذا الشكل. ذس اوسو بلوتد فيجر 6.2 فير هاير ديجريز
أو عفوا averages of degree of polymerization. إذا بتتذكروا أحكي لكم لوين هذا الحكي بودي. لما المثال تاع السفيرز أو الطابات كان ممتاز. لما كنا بدنا نطلع الأفرج ديامتر للسفيرز طلعنا 1, 2, 3 أفرجز تتذكروا. واحد مبني على اللينث، واحد مبني على الأريا، واحد مبني على الفوليوم. وكل واحدة من هذول عبارة عن تعطيني أفرج ديامتر مبني على الطول الكلي للسفيرز، أفرج ديامتر مبني على السيرفس أريا تحت السفيرز، أفرج ديامتر مبني على أساس الفوليوم of the spheres. فهذا عبارة عن average بس يحسب بطريقة بطريقتين ثلاث طرق وكل واحدة بتعطيني different value significantly different للaverage diameter. هو نفس الشيء. Okay. Degree of polymerization. Degree of polymerization على أساس الوزن غير على أساس العدد غير على أساس أخرى. بس هاي أمور يعني نظرية. عملية ما مستفيدش منها كثير. What we have been describing is sometimes called the most probable distribution. It gives, okay, هاي المعادلة مهمة. لاحظوا ال degree of polymerization على أساس الوزن. Degree of polymerization على أساس العدد. وهذا refraction converted. هلا the ratio of two when P approaches unity is found experimentally for many stepwise polymerization. ليش من وين اجت ال2؟ قديش اعلى فاليو للP fraction converted؟ لاحظوا P بتبدا بصفر واعلى فاليو لها واحد. فخذ اعلى فاليو لها واحد وبصفي هذا الريشيو اعلى فاليو له 2. اقل فاليو له لما يكون ما في عندي كونفرجن بصير واحد. بمعنى اخر الديجري بوليمرايزيشن على اساس الوزن زي على اساس العدد لانه اكس على اكس يساوي واحد. طبعا nothing has been converted فبالتالي اكيد النمبر والويت نفس الشيء حيكون. هلا under conditions of chain polymerization with all polymers initiated and growing simultaneously the distribution can be much narrower. طب خلينا نعدي عن هاي المعادلات تمام. طيب. Polymers can be produced on a commercial scale with طبعا MWIN اللي هو البولي ديسبرسيتي اندكس اوكي to be less than 1.1. This is done especially if you use butyl lithium في موضوع الكاتاليسيس. Most living polymers خلينا نعدي عن هاي كمان. وهاي كمان هاي مهمة. Okay. We can further illustrate the differences in the various averages by examining the sample of figure 6.1 اللي هو هذا الاكزامبل اللي خضنا فيه سابقا. Okay. In this example monomer لما تكون بس عندي monomer يعني degree of polymerization is 1 يعني الموليكول فيه بس 1 مير. Okay. بتصير x تساوي 1 has the highest mole fraction but not the highest relative weight. ليش ال highest mole fraction؟ لأنه يعني مثلا خلينا نقول لما يكون عندي مثلا 1 مول من الهيدروجين اوكي قديش وزنه؟ 2 جرام. طيب إذا كان عندي 1 مول من البولي إيثيلين قديش وزنه؟ 250 مثلا طبعا مثلا 250 ألف جرام. طيب أنا بديش أخذ 1 مول و1 مول أنا بدي أخذ جرامات. عندي 2 جرام هيدروجين وعندي 250 جرام 250 ألف جرام بولي إيثيلين. أوكي. هلا واضح إنه أنا لأنه عندي 1 مول كعدد
كعدد موليكولز زي نفس العدد بس كوزن هذا is much lower than that. فإذا أنا بدي أخذ وزن معين بدي أخذ مثلا 100 جرام مخلطين حيكون معظم 100 جرام من البولي إيثيلين من حيث الوزن بس معظم 100 جرام من حيث عدد المولات حتكون هيدروجين. هاي الفكرة اللي موجودة. The reactivity of urethane polymer may depend entirely على ال XN بينما ال viscosity للملت will vary directly with XW. أعطاني هون إنذار إنه بدنا نطلع من السيستم. Let's check out and check in again.